بعض المصنعين يعلمون أن اللحم الخنزير محرم أكله على المسلمين، لكنهم لا يعرفون سبب ذلك. بصفتي دارس للغة العربية، فأنا دائما أتساءل لماذا لا يأكل العرب اللحم الخنزير؟ أحيانا أشعر ببعض الخجل لأنني لا أعرف بشكل واضح ما هو محلل أو محرم على المسلمين، رغم أنني تعلمت لغة القرآن الكريم لفترات طويلة. لذلك قرأت بعض المقالات وتناقشت مع بعض الأصدقاء العرب عن هذا الموضوع، ووجدت هناك فعلا اختلاف ايديولوجي كبير بين الثقافتين الصينية والعربية. اوكي، لنتحدث اليوم عن سبب عقل الصينيين لكل شيء حي. معكم مسوي، مرحبا بكم في تشاينا فيو. اذا اعجبكم هذا الفيديو شاركوه وتابعوني للمزيد من الفيديوهات عن الصين والاخبار العالمية بعيون الصينية. تقول الآية الكريمة: بسم الله الرحمن الرحيم، حرمت عليكم الميتة والدم واللحم الخنزير وما أهل لغير الله به وما المخنقة والموقوذة والمتراضية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذقيتم وما ذبح على النصب. إذا نظرنا للآية الكريمة فسنجد أنه من المحرم أيضا تناول الحيوانات البرية كالسباع وطيور ذات المخالب والبرمائيات وبعض الأنواع من الحشرات. أما المحرمات في ثقافة غذاء الصينية فممكن أن نقول إنها نستند إلى تعثير الثقافة التقليدية الصينية السائدة. لا يوجد ممنوعات أو محرمات أعمى في اختيار المواد الغذائية في الصين، وهذا يعني في المفاهيم التقليدية الصينية التي توارثتها الأجيال المتعاقبة منذ القدم. لا شيء محرم أكله في الصين. جو رائع اليوم، ما رأيك نذهب لتجول في حديقة الحيوانات؟ فكرة جميلة، لأحضر بعض الأشياء معي. هل أنت مساعدة الآن؟ أوه نعم، كل شيء جاهز، أنا جائعة. لا لا لا، معظم الصينيين ليسوا بتلك الحماجية، فعدم وجود محرمات في الأكل وأكل كل شيء حي أمران مختلفان تماما. في الحقيقة بسبب عدم وجود محرمات أو ممنوعات في ثقافة الغذاء السائدة، فما يأكله الصينيون هو خيار يرجع للرغبات الذاتية لكل شخص. طبعا علينا أن ندع أعداد القوميات والأديان والثقافات المختلفة المتواجدة في الصين في اعتبار. لا ننسى أننا نتحدث عن دولة بها 56 قومية مختلفة، يبلغ تعداد سكانها 1.4 مليار نسمة. فبالنسبة لي أنا من قومية مان، وفي ثقافة قومية مان أنه من المحرم أكل اللحم الكلاب. سبب ذلك أن كلبا قد أنقذ حياة نورحاس أحد الملوك قومية مان، ومنذ ذلك الحين منع الملك ضرب الكلاب وقتلها وأكل لحومها. وبعد موت الكلاب يلزم دفنها بشكل جيد ووضع فرع من صفصاف على القبر لتعبير عن الاحترام. طبعا سبب رفضني لأكل لحم الكلاب لا يرجع فقط لتلك العادات. كنت أربي كلبا اسمه كولا، وكنت أحبه كثيرا وأعتبره صديقا لي. كيف يمكنني أن أكل صديقي؟ ولكن بعض الأماكن في الصين تشتهر بأطباق لحم الكلاب، حتى أن محافظة يولين في مقاطعة غوانسي يوجد بها ما يسمى بمهرجان لحم الكلاب. نعم، هناك بعض الصور القاسية للغاية التي تم التقاطها في هذا المهرجان، لكني لا أريد عرضها عليكم، لا أستطيع أتحمل ذلك. وكذلك العديد من عشاق الحيوانات، قام الملايين من الصينيين بمظاهرات احتجاجية ضد إقامة هذا المهرجان، مطالبين بضرورة الرفق بالحيوان، رافضين أكل اللحوم القطط والكلاب. أنا سعيدة جدا بملاحظة أنه بالمقارنة مع عدد من يميلون لتجربة الأشياء والمأكولات الغريبة، عدد من يدعون لرفق بالحيوان ويرفضون هذه العادات الغذائية أكبر بكثير. وأيضا يعيش في الصين حوالي 120 مليون بوذي، تحرم البوذية أكل جميع أنواع اللحوم حتى البيضة، إضافة إلى بعض الخضروات ذات رائحة الكريهة أو الغريبة مثل ثوم، بصل، فلفل، فطر الشيتاكي. لحظة، يا ترى لماذا لا يأكلون الفطر الشيتاكي؟
وسبب عدم أكل البوذيين للحوم هو اعتقادهم في الحركة المثمرة بعد الموت. ويشير في البوذية إلى مفهوم دورة الميلاد ويترتب عليها التحلل والموت، ويشارك فيها جميع البشر والحيوانات في الكون. وهذا يعني بالنسبة لهم أن ما قد يأكلونه من لحوم الحيوانات قد يكون روحه من البشر في الحياة السابقة، فإذا أكلته اليوم قد يأكلك في الحياة القادمة. أما في تيبت فتختلف العادات الغذائية تماما، رغم أن معظم أهالي القومية تيبت يؤمنون بالبوذية التيبتية، لكنهم لا يمانعون أكل لحوم البقر والخراف والخنزير، بينما لا يأكلون لحوم الأسماك والطيور والحيوانات ذات الحوافر المستديرة مثل حمار والحصان والضباء التيبتية والغزال. سبب عدم أكل التيبتيين الأسماك والطيور هو أن لديهم عادات الدفن السمائي والدفن المائي، ويعتقدون أن الأسماك والطيور تأكل رفات المتوفين، لذلك عدم أكل لحومهم يعتبر احتراما لهم. بسبب تنوع الثقافات الغذائية في الصين وبسبب عشق الصينيين للأكل، المواد الغذائية التي يمكن الاختيار منها متنوعة للغاية، وكل شخص مسموح له باختيار ما يعجبه ورفض ما يكرهه. لذلك قلت لا يوجد حرام في الأكل من منظور الثقافة الغذائية في الصين. ولكن لماذا يختار بعض الصينيين أكل لحوم الحيوانات البرية الغريبة؟ على ما أظن أن هذه التصرفات أيضا تتعلق بالثقافة التقليدية الصينية، يعني يعتقد الصينيون منذ القدم في نظرية توحيد البشر والطبيعة، ويؤمنون أن جوهر الدنيا هو الانسجام بين الإنسان والطبيعة. لذلك يعتقد الصينيون أن الأشياء الطبيعية تكون أفضل وأكثر فائدة، واثقين بأن أكل الحيوانات برية يفيد الصحة ويقويها، وكذلك يزيد من مناعة الجسم. إضافة إلى ذلك، كانت الحيوانات البرية النادرة أطباق خاصة لعائلات الأباطرة في أسرة تشين الملكية منذ مئات السنوات، ما جعل أكل الحيوانات البرية يصبح رمزا للمكانة الاجتماعية، وبدأ هذا المفهوم ينتشر بين الكثير من الناس. بالطبع نعرف أن الاعتقاد بأن لحوم الحيوانات البرية مغذية أكثر من غيرها مفهوم ليس له أساس علمي، بل إنه مفهوم خطير للغاية. لذلك أصدرت الحكومة الصينية قوانين صارمة لمنع أكل الحيوانات البرية في فبراير عام 2020، مناشدة الجماهير في التخلص من العادات السيئة والإفراط في أكل الحيوانات البرية. أنا أؤيد تماما هذا القانون. هل سمعتم مغنية Earth Song لمايكل جاكسون؟ أنا من أشد معجبيه، وأوافق على فكرة هذه الأغنية ودعوتها لحماية البيئة والحيوانات.